أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية التوسع في تطبيق منظومة النافذة الواحدة بالمواني الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات لضبط منظومة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة موقف منظومة النافذة ونظام التسجيل المسبق للشحنات، حيث شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتفعيل النظام الذي يحقق رقمنة وميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالموانئ البحرية إلكترونياً وربطها بجميع الجهات المتعاملة مع الميناء.